ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة بمناسبة عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين. فاحنا هنبدأ النهاردة مع بعض بأول فيديو هنعمل فيه الميداليات. هنعمل ميداليات على شكل خروف ان شاء الله. الفيديو الجاي هنعمل مج برضو على شكل خروف. انا كنت عملت قبل كده خروف مجسم، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. انا الاول هبدا باول ميداليه، وانا هستخدم فيها دي العجينه زي ما هي، انا ما لونتهاش، يعني انا خليتها زي ما هي باللون الاوف وايت، وهشتغل بيها. هعمل كوره صغيره كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هفردها على شكل دايره. طبعا لو انت عندك قطاعات صغيره بتختاري منها الحجم اللي انت عايزاه او المناسب ليكي وبتقطعي بيه. وهي كده كده القطعة دي مش هتبان، فعايز تعمليها بايديكي، عايز تعمليها بقطاعة براحتك خالص. دي كده اول قطعة خلاص انا عملتها. بعد كده هجيب المكبس بتاعي وهستخدم فيه الوش ده. ده الوش اللي هو التاني بعد الصغير خالص. لو انت عايز تستخدمي الاتخن شوية براحتك برضو. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ فانا عملت بيه الحبل ده، وهنشوف دلوقتي انا هعمل الحبل ده ازاي. هبدأ ان انا الفه زي ما انتم شايفين كده، يعني هعمل مثلا 3-4 لفات فوق بعض، وبعدين هقوم قطعه. وهعمل كذا واحدة نفس الطريقة كده، يعني انا محتاجة منها كتير، فانا هعمل منها كذا واحدة، حوالي مثلا 10 او حاجة او اقل، يعني بس اعملي 10 مثلا، واللي يتبقى بعد كده لميتين. فانا هعمل كذا واحدة نفس المقاس، هقطعها برضو كده، وبعدين هقول لكم هعمل بيه ايه. انا كده خلاص عملت زي ما انتم شايفين كده اهو، عملت كام واحده. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هثبتهم حوالين الدايره اللي انا عملتها دي. الدايره بتاعتي دي هبدا ان انا احط حواليها غيره، وبعدين هقوم ملزقه الدوائر اللي انا عملتها دي كلها في بعض بالطريقه دي كده، وبعدين بلزق الدوائر بتاعتي ببعض، وبخلي الجزء اللي انا قطعته من الدايره، يعني طرفها ده، بخليه هو اللي من تحت عشان ما تكرش او تتفك كده وتنشف على وان هي مفكوكه، فمش هتبقى حلوه وهتبوظ شكل الميداليه معايا. بثبتهم جنب بعض كده وبلزقهم في بعض كويس. هنلزق بقى تالت واحدة، وعلى حسب بقى ما الدايرة بتاعتك تاخد. بس هكملها كلها وبعد كده هرجع لكم تاني. انا كده خلاص اهو عملتها كلها زي ما انتم شايفين. ادتني شكل وردة، يعني هي بقت شبه الوردة شوية. هعمل حاجة كمان دلوقتي، ان انا هعمل زي ليها زي دعامة من تحت كده، او حاجة اثبت عليها الاشكال بتاعتي دي كلها علشان ما تكسرش مني. فهجيب قطعة برضو اوف وايت زي ما انتم شايفين، وهفردها خفيفة مش تقيلة، يعني مش هخليها برضو يبقى سمكات خين. هعمل بسمك كويس كده، وبعدين هقوم قطعها بالقطاعة بتاعتي، وهثبت عليها الشكل بتاعي اللي انا عملته زي الورد ده. واهم حاجه بس القطعه اللي هتبقى من تحت، اللي هي الدعامه اللي انا بعملها دي، ما تبقاش كبيره زي الشكل بتاعك، يعني حاول ان هي تبقى اصغر شويه منه. بعد ما حطيت خلاص عليها الغيره، هشيل الشكل بتاعي كده واقوم مثبتاه عليه من فوق. هو طبعا ده كده هيبقى الظهر بتاعي، بس انا حاطتها كدعامة علشان برضو الميدالية بتاعتي يعني نوعا ما خفيفة، فعلشان ما تتكسرش او ما يحصلهاش حاجة، فالدعامة دي تبقى افضل ليها. تاني حاجة بقى هعملها، وان هي هتبقى وش الخروف، انا هستخدم اللون البيج. هعمل زي كورة كده، وبعدين هعملها وش كده، وش خروف. افردها بس بالنشابة.
واظبطه بقى كده من الجناب واظبطه من ورا ومن قدام. وهي العجينة بتاعتي مش طرية شوية، في فيها زي تشققات حبة كده، فدي انا هعالجها دلوقتي بس بعد اما الزق الوش. حطيته في النص كده زي ما انتم شايفين على الدايرة اللي احنا عملناها في الاول. انا هاجي دلوقتي هعمل بقى العين، مكان العين كده. بعد ما عملت العين هعمل دلوقتي تحت كده، هنا دي تقسيمة كده، تقسيمة البق بتاعه، وهحط عليها ده لون بينك زي ما انتم شايفين، قطع صغير خالص دي لونها بينك. هعمل المناخير بتاعته باللون البينك. ودي هحطها على اول التقسيمة اللي انا عملتها تحت دي، اول خط اللي انا عملته تحت هحط عليها المناخير اللي لونها بينك ده بالطريقة دي. وبعدين هقوم جاية دلوقتي عاملة القرون بتاعة الخروق الودان بتاعته، وهعمل كمان رجلي. بس هي الودان انا غلطت غلطة وانا بلزقها، هي المفروض ان الجزء النص دايرة ده هو ده اللي يبقى من تحت، والجزء اللي هو المثلث ده اللي انا بعمله بصباعي دلوقتي ده هو اللي يبقى فوق، يعني ده اللي يبقى بداية الودن والودن نازلة على النص دايرة. انا لما لزقت وانا ما خدتش بالي خالص من الموضوع ده، غير بعد ما خلصت خالص اكتشفت ان انا لازقه غلط. يعني انا المفروض ان انا بدل ما النص دايره دي تبقى هي من تحت، لا انا خليتها من فوق. فما تغلطوش غلطتي يا جماعه وانتوا بتلزقوا الموضوع ده، يعني انا لزقتها عكس، المفروض ان انا يعني كنت خليتها هي اللي تحت والمثلث ده هو اللي فوق، انا عملت العكس. انا خلاص عملت الودنين وحطيت عليها برضو، حطيت عليها برضو اوف وايت من فوق كده اللي هو زي الفروة كده. هاجي دلوقتي هقوم عاملة الرجلين بتوع الخروف بالجزء ده كده زي ما انتم شايفين، انا عملته مربع اهو، وبعدين هقوم قسماه على 2 او خدي منه جزئين كده، يعني لو انت مش عايزة الرجل تبقى كبيرة قوي. والرجلين دي احنا هنثبتها في الميدالية بتاعتنا من ورا، يعني هنثبتها على اول الدايرة اللي هي الدعامة اللي انا عاملاها من ورا، وهقوم مثبت عليها الرجلين بالطريقة دي. وهعمل لها بقى في كل رجل من تحت كده زي خطين كده، واخر حاجة هعملها ان انا هحط لها وردة من فوق كده على راسها. طبعا مش عايزة تحطيها براحتك خالص، بس يعني ايه حاجة يعني تحلي معانا شوية بالمنظر ده. وهقوم حاطه غيرها ولازقه الوردة. وبكده اكون خلصت اول ميدالية زي ما انتم شايفين شكلها. فاضل اخر حاجه ان انا حاطط لها رجوجو كده شويه على خدها، وكده دي اول ميداليه معانا خلصت. زي ما انتم شايفين شكلها لطيف جدا وبسيطه قوي، ما خدتش مننا وقت خالص. طبعا هتتعلق من فوق كده زي ما انتم شايفين، يعني علقي بقى بالطريقه اللي تريحك. هنيجي بقى لتاني واحده هنعملها معانا، ودي هنحتاج فيها ارضيه غامقه شويه. اختاري بقى اللون اللي انت عايزاه، انا هعمل باللون الرمادي. وعامله كده شويه كور كده على جنب باللون الاوف وايت. والخروف المره دي هعمله لونه اسود، واسود في اوف وايت. هجيب اللون الاسود كده كوره صغيره، دي اللي هعمل منها الراس. ه
عجينها بس كويس علشان اللون برضو ناشف معايا شوية. وبعدين هقوم لازقاها في النص زي ما انتم شايفين كده، وهحط طبعا حواليها برضو غيرها. وبعدين هبدأ ان انا اجيب الكور اللي انا عملتها دي، وهبدأ ان انا ارصها. هحط 3 كده الاول فوق راسها، هحط 3 كده، يعني عايز تخليهم بقى نفس الحجم، عايز تحط 2 صغيرين واحدة كبيرة، اللي يعجبك. فانا هحط 2 صغيرين وواحدة كبيرة. اعمل واحدة صغيرة كمان كده وهثبتها، وبعدين هحط الودان. انا برضو عاملة الودان باللون الابيض، والمرة دي في الميدالية دي انا صلحت الودان وعملتها مظبوطة زي ما انتم شايفين. واللون الابيض ده هحط فوقيها قطعة تاني بينك، يعني الودن انا عملتها ابيض في بينك. وبعدين بقيت الكور اللي انا عاملاها دي هبدأ ان انا اثبتها حوالين الخروف. وانا عاملاها مش كلها مقاس واحد، انا عاملاها مقاسات مختلفة، عاملة كبير وعاملة صغير، يعني بالشكل ده هثبتهم حوالين الخروف بتاعي بالطريقة دي. وهحط مثلا كام واحدة عليهم كده من فوق، يعني انتي ثبتي بقى بشكل عشوائي كده، واحدة مثلا كبيرة جنب واحدة صغيرة، حطي تاني من فوق عليهم. وبعدين يعني انا مش هثبت بقى في الدايرة بتاعتي كلها، الاجزاء الفاضية دي انا برضو محتاجاها. هو انا هعمل بس يعني من الجزء اللي انا بدأت فيه عند الجزء اللي انا وقفت عنده، هحط كده كام واحدة تانيين من فوق. خلاص انا ممكن مثلا اوقف على كده، ووقفت خلاص. هاجي دلوقتي هعمل بقى العين. عملت يعني واحدتين كده صغيرين برضو، عملتهم شكل بيضاوي كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هثبتهم بالطريقة دي. وهاجي هقوم مثبتة عليها النقطتين الاسود اللي انا عملتهم برضو. وانا الخروف ده انا مش هعمل له بق، يعني انا هعمل بس العين بس، هحطهم كده. ضغط عليهم ضغطة كده بسيطة علشان يثبتوا كده. خلاص الخروف خلص. نشوف بقى هنعمل ايه حوالين الخروف. هجيب لون احمر زي ما انتم شايفين كده، وهقطع منه قطع صغيرة خالص كده، هعملها قلوب. نعملها كده، وبعدين قسمتها بالنص كده، وهاجي هقوم مثبتاهم حوالين الخروف. هعمل حوالي 4 قلوب وهثبتهم. هعمل كمان 3 كمان، او على حسب ما المساحة بتاعتك تشيل يعني. انا هعمل 2 الناحية دي كده، وهعمل 2 الناحية دي. هي بس الهدف منها ان هي تفتح معايا او تنطق معايا شوية في الشكل، لان الارضية من تحت غامقة، ووش الخروف برضو لونه غامق، فعلشان يفتح معايا شوية. ثبتها كمان هنا.
وبكده خلاص انا خلصت الميداليتين، كانوا بساط جدا وسهلين، جربوهم، حلوين قوي وسهلين، وبساط جدا كمان. لو انت عايز تعملي حاجة هدية لطفل او حاجة هتبقى حلوة قوي، وهدية حلوة جدا في العيد هتبسطهم، جربوهم بجد هتتبسطوا بيهم. يعني ده كان فيديو النهاردة، انا كده خلاص وصلت للاخر. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.